أكثر مرافق عسكرية مخيفة في العالم. بورتون داون بريطانيا. في هذه المنشأة تم إجراء العديد من التجارب، حيث تم إخضاع جنود لعقاقير الهلوسة دون علم مسبق منهم، وذلك في أمل السيطرة على عقولهم وبرمجتها كيفما يريدون. كما تم إجراء العديد من البحوث في الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وكذلك في الفيروسات الغريبة والعديد من التجارب المخيفة. مختبر السموم التابع للمخابرات السوفيتية روسيا. في هذا المختبر تم تطوير العديد من السموم، من بينها غاز الخردل، الريسين والسيانيد، واستخدمت على سجناء مجهولين سياسيين ومعارضين. والهدف من هذه التجارب البشعة هو اختراع مواد كيميائية بدون طعم أو رائحة، وذلك من أجل عدم القدرة على تحديدها عند الوفاة. برنامج الشفق النشط عالي التردد ألاسكا. هذا البرنامج يعتبر برنامجاً للبحوث في ألاسكا، ويهدف العمل عليه إلى التحكم في الطقس والمناخ عن طريق إرسال موجات عالية التردد لتعطيل الغلاف الأيوني المحيط بالأرض. الوحدة 731 اليابان. هذه الوحدة الأكثر رعباً، حيث عملت على العديد من التجارب، من بينها تجميد البشر وغليانهم أحياء ووضعهم في غرف ضغط حتى تخرج أعينهم من مكانها. كما أن التجارب شملت أيضاً تشريح جثث الأحياء ونقل عدوى الجمرة الخبيثة والكثير من التجارب التي لا يصدقها العقل. وقد تم تشغيل هذا المرفق البحثي السري بين 1935-1945 على أساس أنه مصنع للخشب. لقد شملت هذه الوحدة إطلاق البراغيث في الصين، ما أدى إلى إصابتهم بمرض الطاعون. وفي العالم بأسره توجد وحدتان أخريان، أحدهما في سنغافورة وقدر عدد ضحاياها بالملايين. والجزء الذي يدمي القلب هو أن الولايات المتحدة امتنعت عن محاسبة المسؤولين عن هذا المرفق السري، وذلك من أجل مدهم بكل البحوث والاختبارات التي أجروها. المنظمة 51 الولايات المتحدة. في هذه المنطقة لا يمكن معرفة أي شيء يحدث فيها، وفي الوقت الحالي تستخدم لاختبار الطائرات والأسلحة. وهناك من يقول بأنها مركز للكائنات الغريبة، حيث لا تدرك الحكومة أي شيء يحدث فيها إطلاقا، وهي على ما يبدو المنشأة الأكثر سرية في القرن 21. بيوبري بارات روسيا. تم تطوير العديد من الأسلحة البيولوجية في هذا المكان، وقد كانت هذه هي وكالة الحرب البيولوجية التابعة للاتحاد السوفيتي في السبعينات، وهي تتكون من العديد من المختبرات السرية من أجل استخدامها في البحوث. وقد حدث في سنة 1979 أن انطلقت عن طريق الخطأ براعم الجمرة الخبيثة إلى مدينة سفيردلوفسك، وأدت لمئة حالة وفاة، وأنكرت الحكومة كل ما جرى، وعملت على إخفاء كل سجلات المستشفيات التي وثقت حالة المرضى. فورت ديتريك الولايات المتحدة. فورت ديتريك هو مركز برامج للأسلحة البيولوجية الأمريكية، حيث في هذا المكان أصابوا العديد من الناس بالجمرة الخبيثة دون علم من الضحايا، وذلك من أجل تحقيق التقدم والتطور في مجال الأسلحة البيولوجية بين عام 1943-1969. في هذه المنشأة تم إجراء مئات الآلاف من التجارب الخطيرة على البشر دون تبليغهم أو علمهم بحقيقة ما يتم إجراؤه عليهم. وقد أصيبت العديد من المناطق المجاورة لهذه المنشأة بالأمراض نتيجة إصابتها بتلوث بيولوجي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، كما يمكنك مشاهدة باقي فيديوهاتنا.